ربنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق اللهم تقبل منا صيامنا في هذا الشهر الكريم اللهم تقبل منا القيام في هذا الشهر الكريم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.